ذكر الله هو الحصن الذي يحتمي فيه المسلم من الشيطان. هذا الحصن لابد أن يكون دائما جاهزا مفتوحا للاستقبال، وإلا انفرد به الشيطان. فإذا اقتصرنا النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة فقط، هي نصف ساعة وباقي الزمن ينفرد بك الشيطان. ولذلك لما جاءت الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله هذا تفسير آخر غير الذي قلناه في السابق، ولذكر الله أكبر في النهي عن المعصية من الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة وقتها محدود، أنت تصلي الظهر قد تبقى ثلاث ساعات لا تصلي، في الثلاث ساعات ما الذي سيحصل؟ لكن الذكر مستمر، الحائل لا تستطيع أن تصلي، هل ينفرد بها الشيطان؟ أبداً، لا يسمح الله بأن الشيطان ينفرد بها، جعل لها حصناً وهو الذكر، فقال لها اذكر الله. فذكر الله يمنع المعاصي عنك أكثر من الصلاة. فلذلك هذا السياج لا بد أن ندخله، وهذا الحصن وهذا الصور المنيع لا بد أن ندخله. بماذا؟ عندما قال ذلك الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكن لسانك رطبا، معناها في كل الأوقات